مرة أخرى أهلا وسهلا فيكم في جامعة أنكريج، وبحب أعرف عن نفسي تاني مرة. أنا دكتور أسامة أباضة، رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة أنكريج، وبحب أعرض عليكم تاني موضوع آخر راح يساعدكم، وإن شاء الله راح يساعدكم في الجامعة عشان تتفهموا الثقافة المحلية، اللي هي موضوع الأمانة العلمية. لما بنحكي إحنا الأمانة العلمية بنخاف نوعا ما إنه بنحكي على شغلة إحنا في قضية غش وما غش، لا احنا بنحكيش على الغش وبس، نحكي عن مواضيع عامة جدا في الأمانة العلمية. تعريف الأمانة العلمية في الثقافة الأمريكية في الثقافة المحلية لها معاني كتير، لذلك بحاول أعطيكم هلأ بعض المعاني كيف تتعاملوا فيها. كل إشي بتعمله أنت للكورس تاعك بتعمله في الجامعة هون مفروض شغلة أنت عاملها، يعني أنت خلقتها لنفسك. طبعا ما حدا بقول لك ما تروح على المكتبة وتقرأ، ولا تروح على ويب سايت وتقرأ، ولا تاخذ مثلا بعض الفريزز او المعلومات من ويب سايت. كل هذا الكلام جزء من التعليم، ولكن لما بنقول الامانه العلميه بنقصد فيها ان احنا بندربك حتى تستطيع انك تحصل على المعلومات وتكون تنمي معلوماتك تخلقها بذاتك، عشان لما تتخرج من هون ما راح حدا يساعدك يقول لك والله كيف تعمل مثلا مشروعك ولا كيف تمارس مهنتك، لازم تكون المهارات موجودة عندك. لذلك أهم شغلة أي شيء بتقدمه للدكتور تاعك لازم يكون شغلك أنت وشغلك فقط أنت. بمعنى آخر أنت كتبت المقالة، أنت عملت الهوموورك تاعتك، أنت عملت امتحانك، هذه ضرورية جدا. طبعا أي واحد بيحاول يخرج عن هذا الإطار بديش أحكي على شو بصير عواقبها، ولكن بنحكي ايش الشغلات اللي مسموح لك تعملها. اول شيء كل شغل لازم يكون شغلك، ولكن في شيء مانع احيانا انك تشتغل في مجموعات. انا بطلب من طلابي وبحط في الكونتراكت اللي حكينا عليه سابقا في فيديو اخر انه يشتغلوا مع بعضهم، يقعدوا في المكتبه مع بعض، يتحدثوا مثلا على الهوم ورك كذا، بس بالنهايه لما بكتب الهوم ورك كل واحد يكتبها لوحده. لذلك نتشارك في بعض المعلومات ممكن، بيعتمد طبعا على الدكتور اللي راح يدرسك، لازم تسأل دكتورك هل ممكن أعمل هذا ولا شو ممكن أعمله. هذه الشغلة مهمة جدا، يعني مش بحاجة أنك تدخل في المتاهة أنه شو راح تعمل في هذا الأسايمنت، هل بقدر أشارك ولا شيء. اسأل مدرسك، إذا قال لك لا قال لك لا قال لك آه بقول لك كيف تعملها. لذلك المشاركة مش شيء مش مسموح، ولكن في إطار محدد. تحصل على معلومات من الانترنت او معلومات من زملاء لك اخرين بيعتمد على مدرسك، بيعتمد على الشيء اللي بتعمله انت، ولكن انك تاخذ شغل غيرك وتقدمه قطعيا غير مقبول باي حال من الاحوال. اذا مطلوب منكم مثلا وظيفه تعملوها بتشاركوا فيها، مشروع تتشاركوا فيه، بتفهم المدرس، ولكن اذا مطلوب منك تعمل شغله ممنوع تشارك او تاخذ شغل غيرك وتحطه تعتبره انه شغلك. وانا لما اقول شغل غيرك ما بعني زميلك او حدا في الجامعه، ممكن تاخذ شغل غيرك عن الانترنت، تروح تاخذ تعمل مثلا نسخ لمقالب كامله تقول انا مثلا كتبتها. ماشي. واضح جدا طبعا الدكاتره هون في الجامعه، انا صار لي في المهنه اكثر من 26 سنه، اول ما اطلع على المقاله او على المشروع بعرف مين عمله او هو عمله الطالب اللي عندي في الحصه، كوني بعرف طلابي تماما بكل ذكاء. ممكن المدرس يعرف مين عمل الكلام هذا او اتخذ عن الانترنت او مكان اخر. لذلك بدي اياكم انا تنجحوا في حياتكم، خلينا نتدرب مع بعضينا. في البدايه بتكونش عندكم هذه المهاره، شيئا فشيئا لما تعتمد على حالك مع الوقت راح تحصل على المهارة تكتب كل هذا الكلام بنفسك او تعمل الوظيفة تاعتك بنفسك، وهذا كتير مهمة. لذلك قضية انك تاخذ من غيرك، قضية تاخذ عن الانترنت او من اي مكان اخر، شغل غيرك غير مقبول. طب امتى ممكن الشغل يكون مقبول؟ لما ناخذ على الانترنت، ممكن انا اخذ مثلا بعض الجمل على الانترنت، بس ضروري جدا اذكر في الوثيقة تاعتي منين اخذتها. في عندنا بند الفهرس المراجع، بقدر اكتب في المراجع انه هذا الفقره او هذا الجمله اخذتها على الانترنت، حتى بالفعل ادعم الكلام اللي بحكيه في المشروع اللي بعمله. بحكي مشروع على الصحه، مشروع على الهندسه،
بقول غيري عمل كذا، لازم اقول انه هذه الجمله اخذتها غيري عملها، وهي المرجع اللي اخذته منه. هذه كثير، مش فقط انها محبطه، الكل بايدك تعملها، بس لاحظ انك تاخذ كل شيء من مصدر غيرك وتحطه تحت اسمك غير مقبول. بدي احط لكم طبعا بعض الملاحظات اذا انت في حيره من امرك انكم شو تعمل. في معظم الحالات اما بترجع للادفايزر تاعك، المرشد تاعك، يقول لك والله شو المسموح وشو المسموح، والافضل انك ترجع لدكتورك. طلاب كثير، حتى طلاب طبعا امريكان صار لهم فتره في البرنامج، باول ما بلش الفصل بيجي بيسالني مثلا هذا المشروع لما بدي اعمله ايش المعلومات، وين مصادر المعلومات اللي ممكن اخذ منها، وايش بقدر اعتبره احطه في التقرير تاعي. معظم الاحيان ما بطلب منه كثير، بطلب منه بقول له روح مثلا اعمل مراجعه على مشروع هندسي معمول خالص. انا بطلب منه يروح يقرا شغل غيره، بس بالنهايه بطلب منه بجزء بنهايه المشروع يعطيني رايه عن المشروع. هذا الجزء كدكتور له بطلب منه يكون شغله الخاص بالشغل غيره. اخيرا بقول لكم، طبعا ما بحبش احكي على العواقب تاعتها، ولكن زي ما قلت لكم الدكاتره في الجامعات الامريكيه وخاصه في الجامعه بيعرفوا تماما الشغل منين جاي. اذا بالفعل انت حاولت تغلط وتاخذ من غيرك، ممكن اول مره يسامحوك، ممكن ثاني مره يقول لك والله مثلا احنا بنفضل انك تكون واعي لقوانين الجامعه، ولكن اذا صارت هذه تتكرر بالنهايه بيقول لك والله في عقوبات في الجامعه عليها. العقوبات ممكن توصل انك يعطوك مثلا فيلينج جريد في المساق، او يسقطوك في هذا المساق، او ممكن يخرجوك من البرنامج. طبعا احنا ما بنوصل للمرحله هذه، انتم واعيين انه ما بنوصل لهذه المرحله. ثاني مره بقول اذا عندكم اي اسئله ومعلومات في هذا الجزء من هذا الفيديو، رجاء تراجعوا مكتب العلاقات الدوليه، وتراجعوا مرشدكم، او تراجعوا الدكتور تاعكم بفسر لكم امور بطريقه منيحه. وشكرا، بارك الله فيكم.